برعاية الله وفضله وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية سنغافورة مساء اليوم في زيارة دولة تستغرق 3 أيام. وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار شانغي بالعاصمة السنغافورية معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير بمكتب رئيس الوزراء رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين السنغافوريين وأعضاء سفارة سلطنة عمان بسنغافورة. ويرافق جلالة السلطان المعظم أيده الله خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسعادة بين كينغ كينغ سينكي كيم جي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية والوزير المفوض أنور بن أحمد مقيبل القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية سنغافورة.